اليوم يوم التسوق وبدأنا يومنا في قهوة مهمت أفندي، أفضل قهوة في إسطنبول. مرينا قهوة دنيسي وأخذنا من عندهم شوكولاتة جوفريك، طبعا فيه بالشوكولاتة وفيه بالحليب، بالحليب أفضل. وش هذه؟ هذه شوكولاتة عبارة عن ملعقة تحرك فيها القهوة وبعدين الملعقة تذوب وتاكلها كشوكولاته. يا سلام، ما شاء الله. طبعا الحلقوم والمشروم والمكسرات والتوابل من اوباما. شباب تبغون البقلاوه من كراكوي؟ يقول له اقلو ولا كشكر اقلو؟ على كشكر اقلو. الفلوس خلصت، افزع لكم. هذا كراكوي يقولوا أقلو، المقهى المشهور، وهنا مطعم ناملي، خلفهم مطعم كشكر أقلو وبقلاوة كشكر أقلو. هذا مطعمنا كشكر أقلو اللي تغدينا فيه قبل كم يوم، بجواره البقلاوة. الله الله. هذا الشيخ عمر أي أحد يجي يضيف بيده. الآن دوري. لا 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 لا. أبو هادي، مطبق في إسطنبول؟ ليه ما مطبق هذا؟ وشو؟ هذا كتمير. 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 يقصد القطمير يقصدون. فستق. الله. اليوم عندنا يوم للتسوق، انتقلنا من الأسواق الشعبية إلى أوليفيوم مول أوتلت سنتر. أوتلت سنتر تعني سوق للبضائع المخفضة. يوجد في إسطنبول عشرات المولات وعشرات الأسواق المخفضة. أوليفيوم مول خيار جيد لأنه قريب منا. الأوتلت ثقافة موجودة في أغلب الدول الأوروبية وموجودة أيضا في تركيا. أسواق البضائع المخفضة، ماذا يعني هذا الكلام؟ الماركات العالمية تجدد بضاعتها في المواسم. البضاعة اللي تبقى من الموسم السابق يجمعونها ويبيعونها في الأوتلت. على سبيل المثال، ماركة الأحذية الشهيرة سكيتشر لها فروع في غالبية المولات. إذا نزلت بضاعة جديدة، البضاعة القديمة تجمعها وتعرضها للبيع في محلاتها الموجودة في أسواق الأوتلت بتخفيض، أحيانا يصل إلى 50% وأكثر. ما شاء الله الشباب طلعوا محملين. ما شاء الله، التزام المجموعة في الوقت أمر يثلج الصدر. غدانا اليوم إن شاء الله في مطعم سلطان سفرسي، بنجربه ونعطيكم تقييمه. شباب الأكل حيكون على عدة مراحل، مقبلات، شوربة، لحم عجين، كبة، بعدين الطبق الرئيسي. مستعدين؟ هذه طريقة جديدة أشوفها في التقديم، يقول صوروني، لا تصورون الأكل. أبو ريان وجهك. الله الله، قاعد تشوف نفسك يا ابو معاد. صدر اعظم. ختامها مسك يا ابو فهد. دموعه تكاد تتساهل. صدر اعظم ايش تسوي؟ قاعد اشوي. ها؟ قاعد اشوي. طيب بالله دقيقة عشان. ايه تشرب فيها النار عشان تحمي فيها اللحم. الله الله. طز. طز ملح. ابو فهد هذا وش اسمه؟ هذه الجرة. جرة جوا لحم او دجاج، انت وحظك، او خضار. ما في اكل.
ما رحلة طواجن ثقافية إضافة تسمين تسمينية فيدينج فيدينج تريب والآن مع السلطان أبو نواف الدعجاني. أبو نواف مرحبا. إيش الأصل التاريخي لهذه المائدة؟ مائدة عثمانية أصولها سلجوقية. الله 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 على جمالك يا سلطان. هذا الملح بالتركي طز. هذا الطبق يجي خروف بالملح ودجاج بالملح. الله على جمالك. رأيك يا الصدر الأعظم. الله على جمالك يا طز. الطز صار جميل ها؟ هو جميل يا أخي أحلى طز شفته في حياتي. أنا حبيت اسم المطعم. وهذا صاحب المطعم أبو عمار. اللي على اليمين ذا ما نعرفه. علم محمد عقاد الله يجزاه خير. لحظات الوداع ابو عبد المحسن سم. كأنك دمعت الفراق والله الفراق صعب يا ابو فهد. الله يجمعنا على خير ان شاء الله. الله يجمعنا على خير ان شاء الله. امين يا رب العالمين. شباب تقييمكم للمطعم من 10 بكل امانه. 10 10 10 10. ابو عمر جوق تشكر أبو عمر جزاك الله خير على هذه الخدمة المميزة. بالعكس هذا كان شرف لنا كبير إنه نخدمكم هيك ونخدم كل أهل السعودية وكل وطننا. أبو عمر أنت ما شاء الله من فلسطين. أنا الأصل من فلسطين مدينة الخليل صار لهون 14 سنة. ما شاء الله. ومالك مطعم سلطان سفرسي. أوكي اللي هي سفرة. إيش يعني سلطان سفرسي؟ اللي هي سفرة السلطان. إحنا بنقولها سفرة السلطان أو طباخ السلطان. الطباخ السلطان يعني لها أصول عثمانية. بالضبط. ما شاء الله. حكون معك صريح يا أبو عمر. أنا عن نفسي انبسطت. لكن أنا أخشى أن يصيب هذا المطعم ما أصاب غيره من داء. أنا أقصد داء المطاعم المشهورة في إسطنبول. أصابها داء الجشع وأصبحت مع الأسف بؤرة من بؤر الاحتيال. هذا اللي أنا أقصده. بالنسبة لموضوع هذا شغلة كثير مهمة. أنا عندي مطعم بالتقسيم عمره 11 سنة. فمن 11 سنة لليوم ما وقعنا بالمشاكل هاي نهائيا. ما حكيت من 11 سنة إحنا ماشيين على نفس النهج وإن شاء الله ما رح نطلع على النهج هذا. وإحنا بنحب باختصار المال الحلال. هذه أهم شغلة. طبعاً إحنا مأمنين برزقنا على رب العباد ونعمة بالله. ما في شيء بغير يعني إلا رب العباد. الله يرزقك الرزق الحلال المبارك إن شاء الله. يعني رب الله. شباب هذا وش سورة قسطنطينية؟ ساقية الماء المال القسطنطيني. يا سلام يعني هذه من الحضارة البيزنطية. نعم. بعد مغادرة الصدر الأعظم الأراضي العثمانية عينا مكانه صدر أعظم جديد صدام الشمري. ايش شعورك أيها الصدر الأعظم؟ والله يا أبو فهد يعني ثقة أنت وليتني ولا أبو سيف ما يعقب واحد صراحة. والله أنك شرف مكون. الله لا يهينك. الكاميرا لك صدر أعظم. والله يا أبو فهد بيض الله وجهك. الرحلة كلها كوم وتفانيك معنا وانشقك بنطلونك مغربة. أفا كوم ثاني. سر من أسرار الدولة ذا.
وهذه الأغراض وصلها أوباما إلى الفندق. جزاكم الله خير شباب، خدمة 5 نجوم. أبو معاذ متحضن الاستتلاج. أبو ريان رايك بالاستتلاج؟ أول مرة أدوب. كيف بس؟ حليب فارغ.